عبد الناصر كانت المشكلة اللي قابلتهم هيتحركوا ازاي؟ خلي بال حضرتك بقى مشكلتين هنا تاني. المشكلة الأولى احنا موقفنا ايه من القوى السياسية المدنية، خاصة يعني لازم اقول ده انه الجيش المصري تم اختراقه من الجماعات السياسية الايديولوجية. جماعة الاخوان حسن البنا كان بيخش يخطب في الضباط والجنود وجنود الصف ويصلي معاهم كل جمعة في فرع من افرع القوات المسلحة او في مكان ما، فقدر يجند مجموعة من الضباط. عبد الناصر كان واعي جدا، خبر هذه الجماعة، عرف، وصل لقرار مبكر جدا ان هو والجماعة ماشيين على قضبان قطر متوازي لن يلتقي ابدا. هم عايزين الدولة الدينية والخلافة وهي فكرة وهمية عند عبد الناصر، وهو عايز الدولة المدنية ويطرد الملك، وهم متآمرين مع الاستعمار وموالين منه. عبد الناصر رافض فكرة الاستعمار من الاساس ولابد من طرده. اخذ قرار هنا مهم جدا انه الضباط الوطنيين اللي هو بيتعامل معاهم لو في حد فيهم عنده انتماء اخواني يخرج ما يبقاش معانا، وفي اتفاق جنتلمان بينهم ان هم ما حدش يفتن على التاني، ان هم محترمين جدا، فالاخواني اللي عايز يستمر على انتمائه يخرج، الماركسي اللي منتمي لاي منظمه ماركسيه يخرج. طبعا خالد محي الدين كان منتمي لمنظمه ماركسيه في انتماءات متعدده، كلهم وافقوا ان هم يفضوا ارتباطهم بهذه القوى المدنيه ويتحول التنظيم الى تنظيم وطني عسكري من الطراز الاول.